معكم هدى قرواني لا كرياتريس لا مارك هاي كرياسيون. اليوم قررت باش نوريكم التشكيله ديالي اللي صاوبت في شهر رمضان اللي فيها جلابات بلديين جلابات فاشن او دي كيمونو. التشكيله الاولى كيف تشوفوا معنا درت جلبات بلديين، جلبه ديال العرايض وديال الفطور اللي اختاريت ندير فيهم كريب دو سوا وخدمتهم بالبرشمان وفيهم طريزات ديال طرز الحساب اللي كان في البيسات ديال جدودنا وهذا وخديت فيهم دو كولور كلير. بالنسبه للتشكيله الثانيه اختاريت جلابات خفاف جلابات فاشن اللي تقدر تمشي بهم للخدمه في رمضان تقدر دير بهم لي كورس تكون فيهم دي كولور فلاشي كيف ما تشوفوا تتبقى سبور تقدر تلبسهم مع لي باسكيت. بالنسبه لكم منو اخترت لكم هذا فيه هو نوار مي فيه دو كولور فلاشي اللي من تحت منو درنا نوار كوم سا باش يقدر يخرج داك دوك لي كولور يبانو. هذا تي تقدر تلبس في الفطور في الخدمه في اي وقت تمشي تلبس ميم مع لي باسكيت مع لي طالون تيجي كلاس او سبور. بالنسبة للكيمونو الثاني اللي اختارت لكم اختارت كيمونو ان بتي بو سامبل وفيه نوار اي بلون كوم سا باش درنا له لتحت لو بلون وداك الدونتيل اون نوار يكون رابيل لي كولور اللي كاينين في الكيمونو. حتى هو تقدر تلبس مع جين كما تشوفوا مع دي صندال وتقدر تلبس حتى مع دي سبورت.